مساء الخير مشاهدينا، وحلقه جديده من برنامجكم لمتنا مع نهى. ضيفتي الدكتوره رشا العناني، استشاري الصحه النفسيه والارشاد الاسري. اهلا بيكي. اهلا بيك. موضوع حلقتنا النهارده هنتكلم على اول مره في البرنامج عندي نتكلم على الامثال الشعبيه. جميل. فالمره دي هناخد المثل حسد الصحاب على لمتهم لحد ما بانوا على حقيقتهم. هو اعداد قوي بصراحه. انا اعترضت على الموضوع ده شويه. بس هو فكره الصحاب نفسها فكره قيمه جدا، وانا كشخصيه يعني بحب قوي الاصدقاء، وان يبقى حوالينا ناس كلهم بتعرف تلجئي لهم وتروح لهم وتيجي، السند يعني بتحسي اكتر ان هم السند. يعني انا من الناس اللي بتدافع عن فكره الصحاب دي قوي في المرتبه الاولى. فالاول قولي لي معنى المثل ايه، يعني انت شايفاه من وجهه نظر شكلها عامل ازاي، وبعدين نبتدي ندخل في حلقه. بتهيألي المثل ده الاول بيتكلم على انه فعلا لما بنلاقي يبقى في مجموعه في اصدقاء حقيقيين وصداقه حقيقيه، فعلا ممكن تبقى مجال للحسد، لانها رزق من الارزاق اللي ربنا بيديها للبني ادم انه يكون عنده صحبه امنه اللي بيقولوا عليها، يعني مجموعه اصدقاء وعلاقات هو مرتاح في وسطهم، مطمن معاهم، سعيد معاهم، قادر. يعني ده فعلا بتبقى حاجه ممكن فعلا تتحسد. هتتحسد، وايه اللي هيحصل بقى؟ اللي هيحصل انه هيبقى فيه فلتر الموقف، هيعمل فلتر للصحاب دول. هيبدا يبان منهم اللي ظهر في الموقف ان هو صديق حقيقي، وحد تاني هيبان انه كان مجرد لمه مش حقيقيه. انا بحس فهو ان فكره الصحاب دي اول اختياراتك انت في الحياه، يعني الاب والام والاخوات والعيله والحاجات دي احنا مش مخ يعني مش احنا مجبرين عليهم. أيوة يعني صح، مثلا لقينا نفسنا عليهم، لكن اول يعني مجازفه في اختياراتك هي طبعًا بتبقى الاصحاب. واحيانا الصديق ممكن يبقى اقرب من الاهل او العيله او الناس اللي هم من الدم، اللي فيه قرابه دم ما بيننا وبينهم. ممكن يبقى عندك صديق هو اقرب ليكي من كتر ما انتوا بتفهموا بعض، عايشين مع بعض، بتمروا مع بعض بمواقف يمكن اكتر من العيله بتمر بيها معاكي. ممكن يبقى اقرب من الاهل فعلا، دي حقيقه. فعشان كده الاختيار بتاع الصديق ده هو اختيار الحياه. انا بقول ان هو يعني هو اول اختيار في حياه البني ادم، بس هو صعب، يعني صعب، وفي نوع من المجازفه، لانه الحقيقه الصداقه الحقيقيه ما بتبانش غير بالمواقف. يعني ممكن نقعد عارفين بعض مثلا 4 5 سنين، بس ما حصلش بينا موقف اللي هو نقول ايه ده موقف كريتيكال او ازمه او حاجه حقيقيه يبان فيها الشخص ده انا فعلا عنده زي ما هو عندي، مستوى العلاقه بتاعنا ده شكله ايه، في نوع من الامان، مفيش، في نوع من السند، مفيش. كل ده بنبان في الموقف بصراحه. بتقيميه في الموقف ازاي؟ يعني انت بتحتاجي اكتر للصديق او في العاميه، يعني بتحتاج اكتر للصديق السند اللي هو بيبقى عادي طبطب عليا وانا جنبك في موقفك وعندك كذا، ولا الاكتر بيبقى مرشد اللي هو طيب يقول لك انت ماشيه في حته غلط؟ هقول لك على حاجه، ده سؤال على فكره لطيف جدا. مهم قوي ان انا اصنف الاصدقاء اللي حواليا، اصنف العلاقات بتاعتي، لانه في ناس انت ما تطلبيش منها حاجه هي مش موجوده عنده، يعني ما يعرفش يديها. فانا لازم في علاقتي بالصديق اللي انا مختاره ده ابقى عارف حدوده فين، بيقدر يدي لحد فين، هيقدر يعمل ايه وما يقدرش يعمل ايه. لان انا ممكن النهارده ابقى بحمله حاجه هو ما يعرفش يعملها، وانا اتهمه ان هو قصر لانه ما عملش اللي انا عايزه، في حين هو مش مقصر، هو دي قدراته، هي دي اللي يقدر يعمله. يعني في صديق يقدر يبقى داعم وسند معنوي قوي جدا، في صديق تاني لا يقدر يبقى داعم مادي وسند ليك ومتقلقش ان هو موجود، في صديق تالت هو موجود لان هو يعني حد لطيف في القعده، حد لطيف في الحياه، انت بتكلمه ترمي همومك معاه تنسى. دي مهمه جدا على فكره، ان انا اصنف الاصدقاء دول. افرض حد صديق مثلا هو طبعه مثلا انه مش اجتماعي، ما انا ما اقولش انه لا ده ما مش اجتماعي، ده لازم اشوفه كل يوم، لازم نتقابل، ده ما بيتقابلش يبقى مش صديقي. لا، وانت اللي بتختاري بقى حسب الموقف. يعني بالزبط. انا في الموقف ده عايزه سند ليا، اروح لاكتر حد احس ان هو داعم. بالظبط بالظبط. فده مهم جدا ان انا ما اطلبش حاجه من حد هو مش هيقدر عليها. دي الحقيقه بلاقيها ان هي بتعمل مشاكل كتير ما بين الاصحاب، لان لازم ابقى عارف ده قدراته ايه وحدوده ايه ويقدر يعمل لحد فين.
وما حملش الصديق ده اكتر من اللي يتحمل. كان في ريل كده كنت شفته من فتره لمصطفى حسني كان عجبني قوي عن فكره الاصدقاء نفسها. فعجبتني جمله ان هو لازم يبقى في دفع ثمن للصداقه. طبعا يعني لازم تبقي مؤهله لما تبقي داخله في علاقه كاصدقاء طبعاً. تبقي عارفه ان انت عندك دفع ثمن الصداقه دي. طبعا طبعا. وكل العلاقات اللي بنشوفهم او اللي احنا بنلاقي مثلا حواليهم ناس او هم في وسط مجموعه من الاصدقاء مع بعض، لازم قبل ما نبدا نقول يعني الناس اللي ما عندهاش او الناس اللي بتبص على الحاجات دي على انها الله ده عنده صحاب، ده عنده ناس، ده معاه صحاب بيحبوه او هو بيحبهم، لازم تفهموا انه الشخص ده دفع ثمن انه يبقى في العلاقه الامنه دي. يعني ما حدش بياخد حاجه من غير ما هو يكون مؤهل ليها. يعني الاصدقاء دول عشان يتجمعوا التجميعه دي كل واحد فيهم عمل حاجه تخليه يبقى موجود في المكان ده مع الناس دي. فدي مهمه جدا، انه انا مش اللي هو احنا اصحابه خلاص، لا احنا ما ينفعش اقول صحابه خلاص، لا صحاب دي فيها تتطلب مني بعض البذل على قد ما اقدر، انا هقدر اكمل في العلاقه دي او لا. بس انا هقول حاجه، ان انا لما الاقي حاجه بيئه امنه لازم احافظ عليها، لما الاقي صديق انا بطمن وانا معاه لازم احافظ عليه. لازم يعني فكره انه يحصل موقف فانا اتخلى عن الصديق ده اللي هو كان بالنسبه لي انا اسفه بالنسبه لي امان وسند او بقضي وقت لطيف وانا مرتاح معاه، فيحصل موقف فانا اقول لا انا مش عايز بقى اشيل ده غلط هو كبير. هو ادى اللي عليه بس انا خدته بطريقه مختلفه، او انا كنت عندي هاي اكسبكتيشنز مثلا. ما هي دي مشكله، انه بيبقى عندنا شويه توقعات من ناس مش دي المفروض نستنى منهم الحاجات دي. يعني هي دي صح، ان انا احط توقعاتي في الشخص الصح بناء على مكانتي انا عنده ايه، قدراته هو ايه. دي مهمه جدا ان احنا عشان ما نبوظش ثلاث ارباع علاقاتنا الحقيقه، نحافظ على قد ما نقدر على العلاقات الموجوده في حياتنا. امتى بتقدري تبدلي رتبه؟ هل ينفع اصلا يعني ابدل رتبه الاصدقاء؟ وايه الوقت اللي هو يعني خلاص هو ده البيك بوينت؟ برضو هرجع اقول لك تاني، البيك بوينت مش في وقت الفرح والانبساط والنجاح والسعاده، البيك بوينت وانا ضعيف. هتتفاجئي انه الدنيا لا، لما ما بقتش هي نفسها، في شويه ناس خدوا جنب لانهم متشغلوا بحاجات انت مش من اولوياتهم، انت مش اهم حد عندهم، فيبدا يظهر ناس احيانا يظهر ناس انت ما كنتش متوقعه منهم ده اصلا، ودي بتبقى مفاجاه، المواقف هي اللي بتبينها. فاه طبعا انا باي تايم انا ممكن انزل درجه صديق عندي، يعني مش كإنسانيا، لأنه ممكن يكون إنسان وكويس وما فيش أي حاجة ده ما يقلش منه، لكن درجة صداقتنا أو درجة قربنا من بعض ممكن طبعا تتغير. ببدلي المراتب طبعا طبعا. وفي مراحل معينة في حياتك بتظهر ناس خفية، يعني أنا بحس إن كل مرحلة ليها أصحاب، ليها شلتها، يعني ليها الحاجه اللي ربنا بعتها لك ان هي تقف جنبك في الوقت ده بالظبط، ممكن تكمل معاكي أيوة بدرجه معينه او ممكن تختفي خالص. دي حقيقه. هو برضو في حد ممكن يفضل مكمل، يعني انا ضد حكايه انه كلنا فترات في حياه بعض. يعني انا ضد اللقطه دي بصراحه، ما بحسش كده، انه ممكن نبعد ونقرب، نبعد ونقرب، نختفي شويه ومشاغل الحياه وظروف الحياه ممكن تخلينا نبعد شويه ونقرب، بس فكره ان احنا نختفي من حياه بعض لا، دي بتبقى بقى حاجه موقف حقيقي واضح. فده اللي ممكن يخلي ناس تبعد عن بعضها، انما نقرب ونبعد ده طبيعه الحياه. يعني في مرحله معينه يعني حضرتك بتؤمني بفكره ان في مرحله معينه ممكن يظهر فيها حد، يظهر حد طبعا جديد طبعا في وقت معين طبعا طبعا يلبي رغبات معينه طبعا عندك طبعا طبعا. بصي هقول لك على حاجه، يعني بمناسبه الرغبات والاحتياجات دي، في علماء النفس او اللي هو في مثلث ماسلو بتاع الاحتياجات، المرتبه الثانيه يعني الاول مرتبه الاحتياجات الفسيولوجيه اللي الانسان بيبقى عايز يلبيها اول حاجه في حياته، تاني حاجه على طول بيجي الاحتياج للامان. فالاحتياج للامان ده يعني هو البذره الاساسيه للبني ادم علشان يقدر يكمل، يقدر ينجح، يقدر ينتج. فمهم قوي ان الواحد يبقى حواليه طول الوقت بيئة آمنة، علاقات آمنة. دي الحقيقة أنا شايفة أن هي يعني
مش انا الحقيقه بقى اللي شايفه، علماء النفس شايفين انه دي بعد الاحتياجات الفسيولوجيه على طول، لازم اكون حاجتي للامان دي ملباه ومعموله بشكل كويس وعامله لي ساتسفاكشن يعني رضا كامل علشان اقدر اكمل حياتي وابدا انتج بقى وابدا احقق ذاتي الحاجات اللي بعدها بقى كلها تحصل. ده ما بيعملش عليكي لود ان انت تبقي دايما حاسه ان انت عايزه تعملي، بتفلتري اللي حواليكي، بتشوفي انا محتاجه مين ده دلوقتي؟ لا هي ما بتحصلش كده يعني، انا مش بتحصل انه الواحد يقول لا انا عايزه فلتر وعايزه اشيل وعايزه، لا هي بتظهر او بتحصل في طول ما احنا ماشيين في رحله الحياه الحقيقه، انه بتلاقي اوتوماتيك النهارده مواقف حصلت فظهر حد، النهارده ده اتشغل لان عنده مش ده سافر، ده عنده مشكله ما بقاش واضح قوي فاحنا نبدا بس اللي عايز يفضل موجود في حياه حد بيفضل، يعني انا دايما عندي القناعه دي، يعني مهما بعدنا عندي اصدقاء مثلا يعني دول يعني مقربين لقلبي جدا 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 على المستوى الشخصي، وممكن نقعد بالشهور ما نقابلش بعض بس احنا وانس ان احنا اتقابلنا يعني احنا بالظبط كاننا كنا امبارح مع بعض، فهي نفس الغلاوه ما بتقلش بالبعد ابدا. بس مواقف الحياه هي اللي بتخلينا نتشغل عن ده شويه ونتشغل عن ده شويه، غير ان انا افلتر بقى الناس، افلتر الناس بتصرفاتهم بمواقفهم باتيتيودهم معايا، دي حاجه تانية طبعا بتحصل اوتوماتيك من غير ما احنا برضو نقررها. يعني الفريندشيب نفسها، العلاقه نفسها بتاعت الاصدقاء بيبقى فيها شويه ناس في طرف، يعني من ناحيه الطرفين في طرف دايما بيبقى الغالب عليه اللي هو حاطك في خندق كده، اللي هو اللوم، التبرير، انت ما خرجتيش، انت خرجتي مع ده اكتر، انت رحتي هنا اكتر، طب انت ما كلمتنيش، فبتبقي طول الوقت انت مطلوب منك انك تقعدي تبرري وانك توضحي الصوره. ازاي بتعرفي يعني تتصرفي معاه وعلشان تعرفي تكملي؟ يعني هو ده شخص بالنسبه لك عزيز عليك وانت عايزه تكملي المرحله كلها معاه، فازاي بتقدري تحطي حد الحكايه دي من غير ما يبقى فيه كسوف او بصي الموضوع ده الحقيقه بتبقى علاقه مرهقه جدا للطرف اللي هو طول الوقت بيتلام وطول الوقت انت مقصر وطول الوقت انت ما بتعملش انت ما جيتش انت ما دي حياتك بتبقى من حب الزياده. طبعا بس للاسف بتبقى يعني زي بالظبط الدبه اللي قتلت صاحبها، اللي هو من كتر ما هو بيحبك بس هو عايزك انت معاه على طول متواجد 24 ساعه، ايه ما بتدورش على حد غير عليه، مش عايزك تقابل حد غيره، مش عايزك تخرج مع حد. طبعا دي علاقه مرهقه جدا وبتبقى محتاجه نوع من الذكاء الاجتماعي قوي جدا جدا، ومحتاجه صبر ومحتاجة أن أنا أتفهم احتياجاته وفي نفس الوقت ما اضغطش على نفسي لدرجة أن أنا أبقى تعبان ومرهق نفسيا بسبب العلاقة دي أنها موجودة، لأنه العلاقات دي موجودة في حياتنا، العلاقات الصداقة دي موجودة في حياتنا علشان تسهل علينا تهون علينا. هنقف جنب بعض، هنبقى مع بعض في المواقف، لكن مش ان احنا نبقى بريشر بقى وضغط على بعض طول الوقت انه انت ما عملتش انت عملت. الصحاب بيتغاضوا، الصحاب بيقدروا، الصحاب بيلتمسوا الاعذار، زي ما قلت لحضرتك لازم يبقى فاهم طبيعه شخصيتي وابقى فاهمه طبيعه شخصيته وهو يميل شويه وانا اميل شويه، عشان لو احنا عايزين فعلا الصداقه دي تستمر، والا احنا كده بنضغط على بعض بدون داعي. فلا طبعا بتبقى علاقه مرهقه وبتحتاج صبر من الشخص طبعا طبعا، ويا ريت الشخص اللي هو يعني اللوام اللي طول الوقت بيلوم ده يا ريته برضه هو يخف الضغط من على صديقه شويه، لانه دي حقيقه حاجه بتزعل وبتضايق، ان انا كل لما اكلم صاحبي او الاقيه بيقول لي مثلا او صديقتي الاقيها بتقول لي انت فين انت مش موجوده انا مش لاقياكي انا مش، يعني لو اتقالت مره من نوع من العتاب حقها طبعا، انما لما طول الوقت احنا نقعد نقول لبعض كده هنحس ان طول الوقت احنا مقصرين، فهتلاقي الواحد بدا ياخد جنب انه بيحس ان هو مهما عمل المجهود مش واضح ومش ظاهر للشخص التاني. مفيش تقدير بالظبط وعلى طول عليا ضغط زي ما حضرتك قلتي في بريشر بالظبط. طيب امتى توصلي لمرحله ان انا حد عندي اصدقاء كتير وعلى حواليا لمه كبيره في منها الكذاب او مش كذابة، امتى اقطع علاقتي بحد؟ يعني اخد القرار ان انا خلاص يعني ده انا مش هتكلم، ده انا هشوفه زي ما بيقولوا ما بقاش شايفاه، حتى لو قدامي كاني مش شايفاه. ايه اللي بيوصلك للمرحله اللي زي دي؟ اعتقد اللي يوصل لكده الاذى. الاذى بقى دي كلمه عامه كبيره قوي شامله لحاجات كتيره جدا.
الأذى النفسي، أذى معنوي، أذى مادي، أي أذى من الأذى ده لازم الواحد يبدأ يقول إيه، لأ أنا محتاج أقف. لأنه في ناس بتكمل في علاقات مؤذية، ودي يعني بتبقى عارفة مثلا إنه صديقتها دي بتغير، بتتكلم عليها من وراها، مش سند في المواقف، وتفضل برضو مكملة معاها، بتبقى واخدة الناحية الميزة، يعني اللي هو خد صاحبك على عيب. أيوة، وتتخيل إنه هي مش هتتأذي منها. بس الحقيقة ده غلط، لأنه باي تايم أنت هتكتشفي إنه الشخص ده كمان أنت شفتيه في مواقف تانية بيأذي، شفتيه في مواقف تانية بتكلم على حد وحش، فما تتخيليش ان هو هيعمل كده مع الناس اللي بره وهيجي عندك انت. لا لا لا، انا استحالة، دي صاحبتي مش هتعمل معايا انا، هي بتعمل مع الناس اللي بره بس كده. لا، هي المفاجأة ان انت لازم كده كده هيحصل الاذى ده ليكي انت كمان، لان انت بالظبط لازم. ما نقولش لا هي بتعمل كده مع الناس اللي بره بس الحد عندي انا وما فيش الكلام ده، هي بتعمل كده بس انا لا. لا، انت يعني هتلف فكرة ان انت فاهماها قوي زياده عن اللزوم دي برضو مش هتبقى مش خدماكي. لا مش خدماني، بالعكس هي المفروض تخليني لو انا شخص او شايفه اللي قدامي ده شخص بيأذي او بيتصرف غلط، تخليني اكثر حرصا. ده بعد ما انصحه طبعا ان اللي انت بتعمله دوت، لو احنا عايزين نكمل مع بعض، اللي انت بتعمله ده لا مش صح، انا شايفه ان انت اتصرفتي في الموقف ده غلط، انا شايفه ان انت عملتي اذيتي الناس دي او اذيتي البنت دي او اذيتي الراجل ده بالشكل ده. فابدا ان انا اقول لها، لقيت ان هي لا الكلام بتاعي دوت بالنسبه لها مش مهم خالص ومش فارق لها، ابدا لازم اخد يبقى عندي نوع من الحرص، لان كده كده انا لو يعني لازم هتاذي بشكل او باخر، لان دي طبيعه شخصيه. طب ولو حسيتي ان انت نصحتي حد بطريقه معينه واتاخد كلامك واتفهم بطريقه غلط، يعني صديق ليكي واتفهم بطريقه غلط او ابتدى ياخد جنب منك على اساس ان هو انت ما كنتيش قد كده سند ليا، انت كنت حد حاد قوي في نصيحتك بطريقه معينه، كان المفروض الموضوع يتاخد اسهل من كده، توصلي لي المعلومه اسهل من كده، هل بتحاولي ان انت تبرئي نفسك على اساس مده الصداقه؟ يعني تبرري تقولي لا انا حاسه ان انتوا يعني انت هترفعي سماعه التليفون تقولي انتوا زعلانين مني ليه؟ هتعملي كده؟ اه يعني لو الصح انه الحد يعمل كده، بس لو هو فعلا باقي على الشخص ده وشايف ان هو ما ينفعش يخسره ومش عايز يخسره، لا لازم طبعا يقول له انا شايفك متغير، انا شايفك متغيره، في لو احنا فعلا قريبين وفعلا انا عايزاه لسه في حياتي. لكن في لقطه معينه الحقيقه بيبقى الافضل انه نسمح بالبعد، انه ندي بقى هو بعد، فلازم انا كمان في علاقات معينه الحقيقه ما ينفعش نكمل فيها. احنا بنبقى حابين الناس دي ونفسنا ان احنا العلاقه تكمل، بس هي ما تنفعش، هي اصبحت علاقه مستهلكه وعلاقه مؤذيه، فلا لازم ادي مساحه، احتفظ بالود اللي باقي بالظبط عشان نمشي واحنا ايه خلاص، يعني هي وقفت لحد هنا. انما لو انا لا شايف انه انا عايز الصديق دوت وباقي عليه والعلاقه لا مش مؤذيه، بالعكس هي ممكن تكون غلطه وحد فهم حد غلط، حد اتصرف مع حد بطريقه غلط، لا لازم ندي فرصه لبعض طبعا لازم. يعني كان ليا موقف مع صديقه جميله الحقيقه حضرني دلوقتي، وانا فهمت حاجه بطريقه برضو يعني غلط شويه، فيعني انا تحملت عليها شويه، فرد فعلي كان شويه انه طبعا على قد غلاوتها عندي على قد ما انا زعلت، بس الحقيقه احنا سكتنا فتره وبعد كده يعني اتكلمنا ورجعنا كانه لا خلاص، يعني الحمد لله، لانه احنا الاثنين عايزين نبقى في حياه بعض، احنا الاثنين في بينا يعني في ميموريز وفي حاجات كتير، عندنا رصيد عند بعض انه موقف يعدي، والموقف ما كانش الاذى المتعمد، فدي مهمه جدا ان احنا طبعا لازم نتغاضى ونعدي ونفوت وفي وقت معين نقول لا كفايه على الريليشن دي، تقف لحد كده عشان ما ناذيش بعض اكتر من كده. في صداقات احنا يعني مثلا اصدقاء المدرسه دايما بنقول شخصياتنا مش متقاربه خالص او طبعا مش شبه بعض خالص، ولو كنا اتقابلنا على كبر كنا محدش فينا هيبقى صاحب التاني خالص. لما بتكبري شويه بتبتدي الاختيارات بتاعتك بتبقى شويه مرايه ليكي، يعني بتبقي شويه كانك شايفه نفسك طبعا في اصحابك خل يعني زي ما بيقول. فبتوصلي للمرحله دي ازاي، وازاي تقدري تختاري الحد اللي فعلا انا مريحني علاقتي بيه؟ يعني انا لما احنا ولادنا طبعا ما شاء الله كبار، لما يجي مثلا تقولي له في مرحله معينه بتبقي
عايزه تزرعي فيهم قوي ان يبقى عندهم اصحاب وكتير وفي مختلف الحاجه، عشان ما يبقاش في صدمه أيوة. من بعد مرحله المدرسه مثلا للجامعه ان هو لوحده فجاه يلاقي نفسه ثلاث ارباعهم مش داخلين معاه نفس الجامعه ومش بالزبط. مكملين معاه. فازاي بتقدري تنصحي المرحله دي بالذات في العمر اللي هي صعبه شويه، او ساب الجامعه وداخل الشغل، هي المرحله الانتقاليه، بتنصحيهم تقولي لهم ايه؟ يعني ازاي يعرف يكون صداقه تانيه؟ ازاي يبني حاجه من المدرسه للجامعه ويكمل عليها؟ بصي هقول لك برضو على حاجه مهمه. الصداقه اللي بتتبني مثلا ايام الدراسه دي الحقيقه اللي بتكمل بتبقى اعمق العلاقات الحقيقه، وبتبقى فعلا فيها ذكريات مشتركه كتير، فبيبقى ليها كده طعم مختلف عن اللي احنا بنكونه على كبر الحقيقه. فانا يعني الحقيقه بنصح مثلا، بقول للولاد اللي هم الصغيرين، بقول لهم لازم تختار حد بيتهم شبه بيتك، الأقرب للبيئة الاجتماعية اللي انت طالع فيها، علشان يبقى عنده أغلب المبادئ والقيم والأخلاقيات اللي انت تربيت عليها. ما ينفعش تروح تجيب حد مثلا عايش في بيئة مختلفة تماما وتقول ده صاحبي، لأن دي بتحصل كتير جدا من ولادنا، انه بيروحوا للشكل اللي مش موجود اللي هم ما عاشوهوش، فبيتشدوا جدا اكتشاف، نوع من الاكتشاف بالظبط، بيتشدوا جدا للصاحب اللي هو المختلف عنهم. بس باي تايم بيكتشفوا ان لا، هو انا مش هينفع، هو ممكن يبقى مختلف ظاهريا لكن جوه ديب انسايد هو زي، لكن غلط قوي ان انا اختار صديق هو مش زي خالص، اللي هو نقعد نقول لا هو مش زي خالص، ده حتى ولا مبادئي ولا اخلاقي ولا تربيتي ولا بيئتي الاجتماعيه ولا مستواي المادي، مش كل يعني كلهم مع بعض، مش هقول لك مثلا يمسك في حاجه والتانيه لا، هم كلهم مع بعض، لازم تجربه ومواقف ويقع وحد يقول له طبعا. عشان كده بقول انه لازم نخلي اولادنا يعملوا صداقات كتير من هم صغيرين، ويتعودوا على علاقات، ويتعودوا على صدمات العلاقات من وهم صغيرين. ليه؟ هيتعبوا بس هياخدوا مناعه نفسيه، غير لما يجي يبقى هو منعزل، ويجي لما يكبر يتحط في مجتمع انه لازم يبقى عنده العلاقات دي، فيبدا يقول ايه ده ازاي كده وازاي الناس كده. انما اللي بقى هو صغير كان عنده علاقات وكان عنده صداقات وصدمات، بتبقى الحقيقه عنده يعني اكسبيرينس وخبره افضل في اختيار الناس اللي حواليه. كمان الى اي مدى بتعرفي تنصحي صديق؟ يعني يعني انصحها لحد فين؟ ايوه طبعا لحد طبعًا. فين؟ ولا ايه ما تضايقش، يعني ما تاخدش موقف ولا او انت ما تحشيش اكتر من كده طبعًا. ولحد هنا وليكي حدود. الحدود دي كلمه بصي مهمه جدا، عايزه حلقه لوحدها. الحدود، فكره رسم الحدود لنفسي وللاخرين، دي حاجه يعني خطيره جدا، احنا ما اتعلمناهاش وما تربيناش عليها للاسف. كل واحد بيبقى متخيل ان احنا عشان اصحاب يبقى مفيش حدود، مفيش حدود ان انت لازم ابقى عارف كل حاجه عنك ومتدخل في كل حاجه في حياتك وبتصرف في كل حاجه كأن انا انت، ده غلط كبير جدا جدا ان انا اتخيل ان احنا عشان صحاب ده يعني خلاص انا كده شلت كل الحدود ما بيننا، فانا حقي ان انا لما اثور عليك اثور عادي وانصحك قدام الناس، لما الاقيك بتعمل حاجه غلط اوقفك واغضب لا 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 لا, لا. ده انا بشوف الحاجات دي غلط وجامد جدا، وانتهاك لخصوصيه الشخص اللي قدامك، وانت كده وشخصيته كمان الحقيقه مش بتزود في الرصيد بتاعك، لا انت بتقل منه، لانه انا النهارده لازم عشان انصح اختار الوقت المناسب والطريقه المناسبه. دي مهمه جدا جدا جدا، انا ما اجيش لحد وهو في عز ما هو مضغوط، وبعدين وانس اند فور اول ولا بتدي ممكن مره ثانيه. لا صاحبي، لا صاحبي انصحه مره واثنين والثالثه بعدها لازم اتوقف، لو لقيت انه انا نصيحتي لا هو ما لهاش اي صدى عنده، لا هنصح لحد مره وهنصح بطريقه ثانيه مره ثانيه وهنصح مره ثالثه، لان ده صديقي، ده حد مهم بالنسبه لي. لقيت انه بعد الثالثه انا لا ما فيش صدى لاي حاجه بقولها له، لا يبقى كده لازم انا اتوقف، لانه كده هو عارف هو بيعمل ايه ومكمل فيه وعايز يكمل في السكه دي. فلا طبعا ليها مدى وليها طريقه وليها وقت. لو هتعرفي الصداقه كده هتقوليها بتساوي ايه عندك؟ امان. امان بالوقت ولا بالموقف؟
يعني طول المده والاختبارات طول المده رايحة ده جاية ولا؟ طول المده دوت يعني حاجه كده وهم illusion يعني طول المده مش مقياس ابدا للصداقه. دي حاجه مهمه جدا. ده صاحبي بقاله 10 سنين. ايوه المواقف ايه؟ لا يعني يبقى انت كده مش في علاقه صح. مش في علاقه صح. انما المواقف لا، قول لي واحد واثنين وثلاثه. يعني الصداقه بتمثل عند حضرتك موقف طبعا طبعا العمر الأمين. وطول الفتره لا يمثل بالنسبه لي شيء. لان ممكن يجي موقف حقيقي يمحي كل السنوات دي، يمحي كل العشره دي. لانه المواقف بتبقى حقيقيه في الحياه، لانه احنا بنكبر فبنحتاج ان احنا خلاص نظرتنا بتختلف. ما بقتش عايزه ناس كتير ولما زي ما بقول لما كدابه زي المثل اللي بنقول عليه. بالزبط. انا سعيده جدا بالكلام معاكي الحقيقه ومش عايزه خالص الفقره تخلص. ربنا اسعد. دكتوره رشا شرفتيني في البرنامج اول مره، وان شاء الله ما تكونش اخر مره ونكون كده يعني خفاف على بعضينا. ربنا يخليك جميله. سعدت باللقاء معاكي ان شاء الله. ان شاء الله سعدت بيكي جدا. كل الشكر لحضرتك. ثانك يو ميرسي. نشوفكم في الفقره الجايه ان شاء الله. دكتورة سارة شاهين هي ضيفت استشاري الصحة النفسية، هي ضيفت فقرتنا الثانية. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. هنتكلم على النكد بصفة عامة والتهمة اللي بتتلزق كده في المرأة على أنها الأكثر نكدا من الرجل. فالأول أنت مع المقولة دي أن هي الستات أكثر نكديين أكثر من الرجالة؟ لا طبعا مش حاجة اسمها كده. يعني هو في كل العلاقات هو رجل وست، يا رجل كويس او وحش او ست كويسه او وحشه وات ايفر يعني على حسب العلاقه. يعني قولي لي كده ايه النكد؟ يعني ايه يعني ازاي تصنفيني انا حد نكدي؟ يعني لما تشوفي تقولي يا نهى دي نكديه قوي. بصي هو النكد ده عامه يعني بيبقى انا عن نفسي ما بحبش الاتيتود بتاع ده. يعني مثلا ايه، انا طول الوقت قاعده نفترض انا ماشيه حاجه وقعت مني فانا مثلا خلاص هي اوريدي حصلت وقعت ف يعني اقعد انكد ليه بقى؟ يعني مثلا في ناس تفضل طول اليوم عايشه على ان ازاي ده وقع مني وليه وقع وانا لو كنت عملت كده ما كانش ده وقع، ولو حد جنبها يا عيني يبقى نهاره اسود او حد جنبه. انت لو كنت خدت بالك او انت تحركاتك اللي مش عارفه ايه، عارفه انت اللي هو ايه يعني بتدي زيادة على بتدي على الموضوع اكبر من ده بارت. البارت التاني بقى اللي هي تبقى قاعده لجوزها بقى مثلا لو في علاقه ما بتعدلوش الهوا، قاعده له بقى اللي هو ايه، ما يعني انت عملت وخليت وسويت وامبارح عملت كده ومن 7 سنين عملت كده ومع الولاد ولما احنا كنا قاعدين مع اهلك بتبقى فجاه كده تقول له، ولا هي مثلا في حاجه خلتها تفتكر الموضوع ده هو فالشيء مش شيء يذكر؟ لا 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 عامة الستات او الرجال النكديين دول، على فكره في رجاله كتير نكديين، يبقى قاعد مثلا يقول لها لا انت فاكره لما من كام سنه عملتي كذا واحرجتيني جدا افتكرت الموقف ده، ايه اللي فكرك بيه؟ هو افتكر يعني هو شخصيته كده اللي هو يعني النكد هو ان انت تفتكري حاجه قديمه زعلتك وتعيدي تكرارها. النكد ولا يعني ان انت تضطري مثلا تزني على حاجه كتير، انت على فكره ما عملتلناش، ما صفرتناش يعني فاهمه كده. فده بصي هو النكد يعني ملوش تعريف قوي. بس هو النكد هو يعني انا شايفه من وجهه نظري ان انا بدي الحاجه اكبر من حجمها وطول الوقت اتكلم فيها واتكلم فيها كتير، ده برضو يعتبر حاجه مش كويسه، جزء من النكد. برضو ان انا طول الوقت عماله افتكر حاجات واعيد فيها وازيد فيها وطول الوقت عامله مشاكل اللي حواليا. يعني مثلا ام في البيت، بلاش الراجل وست، ام في البيت قاعده تنكد عليا 24 ساعه، انت ما عملتش كذا، شوف ابن فلانه وابن علنا وابن طنط ايه وشوف جاب احسن منك، عارفه اللي هو طول ما هي قاعده يعني عماله تدور على اي حاجه تعمل مشكله في البيت. ما ده نكد. طب ما يمكن يعني ما نرجع لاسبابه، يعني اسباب النكد ممكن تكون ضغوط زياده او اهتمامها هي كشخصيه بالتفاصيل اكتر يعني. ممكن يعني ممكن تكون اسباب. بس هقول لك برضو يعني انا اكون نكديه علشان عندي سبب فالنكد بقى وقت معين او جزء معين او كام يوم على حسب الايه الموقف اللي حصل لي او الضغط اللي انا فيه. لكن في ناس اسلوب حياه النكد اسلوب حياتها هي ان هي تبقى نكديه فعلا، ده انا شفته سواء رجاله او ستات.
في اسباب كتير من الطلاقات يعني المشاكل اللي بتحصل، ان الراجل او الست من كتر الضغط اللي عليه طول الوقت هو بيهرب، بيدور على الحريه بتاعته. انا طول الوقت قاعد في البيت، حد عمال يقول لي انت عملت وخليت وسويت وبتعمل ايه ووريني، عارفه بتحس ان هو بقى ايه، حد كده كبتك او قفلك من حياتك. اسلوب التعبير عن النكد ده ازاي؟ يعني ايه الظواهر اللي بتبقى واضحه قدامي فاقول لك ان دي انت حد نكدي؟ بتعملي ايه؟ بتتنرفزي مثلا على طول؟ بتشخطي في اللي حواليكي؟ بتبقي قاعده ملويه على جنب؟ يعني ايه اكتر الحاجات الاسباب؟ كل دي اسباب النكد لا ولا يعني ظواهر اللي بتطلع على طول باينه قدامي كده؟ كل ده يعني في شخص كده تحسي ان هو، بصي عامه بيبان في المعاملات، يعني اكيد انا مش هبقى ماشيه في الشارع الاقي واحده قاعده عليها نكديه، بس اكيد حصل موقف معانا، حصل موقف قدامنا، المواقف هي اللي بتبين يعني الشخص عامل ازاي. في ستات انا بشوف ان هم اوفر في كل حاجه، يعني بوضع لا يستدعي انك تنكدي على الولاد وعلى جوزك، وتقعدي مثلا تبقى مسافره تلغي السفريه، او في رحله وتلغي الرحله، او تبقى قاعده على البحر وتنكد عليهم ويلا هنروح عشان مثلا الولد ما نفذش اللي هي عايزاه. ما ده برضو جزء من النكد. اي مين ان كلنا بنتعرض لمواقف، بس الفكره كلها ان انا ما اديش للحاجه اكبر من حجمها، سواء راجل او ست. بلاش في العلاقات ان حد يبقى يطرح تاني خانقك، مزهقك، عارف ان هو لو قلب موده قلب هيقلب الدنيا، فانت بتبقي عامله حساب ده. هو الراجل مثلا يبقى عامل حساب ان مراته لو قلبت هتقلب الدنيا وتقلب البيت، فيعني يبقى هو طول الوقت قاعد يعني متحفز في الصحبات والتعاملات. طب استأذنك في فاصل، هنطلع فاصل ونرجع تاني. اتفضل. دي نكمل بقى كلامنا. الشخصيه النكديه دي بيبقى اساسا مولود بيها، يعني هو مولود كده من اول ما شاف الدنيا وهو مكشر وكده وبيعيط وحاجات كده ولا ايه؟ بصي اكيد مفيش حد، يعني في ناس بتحب المده، هي بتحب ان هي تبقى متشائمة، يعني يعني في مثلا احنا واحنا حد مننا بيخلف تقول لك الواد ده نكدي او البت دي نكديه طول النهار تعيط، او الولد ده طول النهار بيعيط. هو بيكون سبحان الله هو مولود بيعيط على كل حاجه يعني، بس اكيد انا مش هقدر، هم بس لزقوا الصفه فيه وهو اساسا مش هقدر اقول عليه يعني ان هو نكدي، مش عارف يعبر يعني ده طفل، اكيد مش هقدر اقول عليه نكدي. بس في ناس بتحب الدراما، بتحب تعيش اللحظه زي ما بيقولوا، انا عندي موقف يعني يبقى صغير ويكبروه قوي قوي قوي. ففي ناس بتحب ده، او مثلا تبقى عندها مشكله في البيت مع جوزها مثلا، اي مشكله هبله تكلم مامته وتكلم خالته وتكلم مامتها وتكلم اخواتها وتحكي لكم، حتى لو مشكله اتحلت هي اوريدي عايشه. يعني في انا شفت حالات والله بتجيلي هي بتحكي لي بينها وبين نفسها، تقول لي انا اتصالحت معاه، احنا اتصالحنا بس مش قادره انسى، بس مش قادره انسى. لا وايه بقى، هي عايش يعني ما بتقولش للناس ان هم اتصالحوا في البيت، يعني بتتعامل معاها عادي وبيخرجوا او بيتعاملوا عادي، ويعني مشايله هم مامتها واهلها ان هي لسه متخانقه معايا. طب انت بتعملي ليه كده؟ عارفه اللي هو تقول ان هو من جذب الانتباه، يمكن هي مش لاقيها حاجه ممكن تكون تعملها. بتتكلم في الملاسه، صدقت لقيت حاجه ما تتكلم فيها. طب رغم ان انت في البيت او ما فيش حد شايفكم، بس انت ليه بتشيلي الناس الهم؟ بعد اكلمها تقول لي ما اعرفش، انا بحس ان انا لازم اتكلم في موضوع كتير. هي بتحب كده. طب ممكن دي نقطه حضرتك يعني فتحت لنا فيها مجال، ان هو ممكن يكون هو ناقص اهتمام منه اصلا، او هو مش ملبي لها احتياجاتها، هي محتاجه حاجات معينه فبتلفت نظره باي طريقه. يعني ما هي ما هي اوريدي اتصالحت معاه وتعامل معاه عادي. هي المشكله مش بينها وبين دلوقتي، المشكله ان هي يعني الموضوع قفلته معاه وتصالحوا، بس الموضوع ما مفتاح حل مع اللي حواليه وصالحها وخلص نفسه من بدري، هي لسه عايزه تكمل لحد يهتم بيها شويه. هي بتبقى انا شايفه ان ده فراغ من الست اللي هي تبقى، او مثلا هي في ناس بتحب تتكلم، او معظم الناس بتحب تتكلم في اي حاجه، فمصدقت في موضوع فبتقعد بقى ايه تتكلم فيه كتير رغم ان ده انت. والموضوع ده ظاهر وكتير على فكره في وسطنا.
انا ليه سالت حضرتك هو حد بتبقى مولود بيها او صفه ما يعني متوارثها، مثلا مامته نكديه مامتها نكديه او كده، لان كنت عايزه اقول لك هو هل ينفع بعد كده ان انا اتدارك الموضوع ده هوت او ابتدي مثلا في مرحله اصلاح وتاهيل للشخص النكدي ده؟ بصي انا طبعا انا مثلا لو ام وعندي طفل او مثلا ولد او بنت مثلا نبتدي من 12 سنه 13 سنه، انا بحس بقى مش موضوع النكدي، انا بحس ان هو بيكون بدي موضوع اكبر من حجمه، يتقمص ويدخل ويقفل الباب عليه، ما يقدرش ياكل، اللي هي الحاجات اللي بتبقى واضحه دي. لا طبعا لازم اقعد اتكلم معاه ولازم اقول له ما ينفعش تدي مواضيع اكبر من حجمها، وتعبيرك عن الغضب لازم يكون بشكل تاني، مش ان انت تقفل على نفسك وان انت تعاقب كل الناس اللي حواليك عشان انت زعلان. يعني لازم اوجهه ان طريقه الغضب دي غير مناسبه، غير ملائمه للحياه الاجتماعيه، فبالتالي هيبتدي يفهم بالكلام، ولا مثلا لما الاقيه غضب كذا مره والموضوع اتكرر اسيبه بقى خلاص ما حدش يعبرك، يعني افضل غضبان ومحدش هيستجيب لطلباتك؟ لا طبعا ابتدي اتكلم مع الاول، لكن لو زاد عن موضوع زاد اقول له لا انا قلت لك ان ده مش مناسب ومش مقبول ليا في البيت، فاز يو لايك انت براحتك هتعمل اللي انت تعمله، طالما ما لقاش استجابه من الام والاب. وطبعا لازم اخد اقول الكلام ده واعيد عليه ان الاب والام لازم يكونوا نفس القرار نفس الدماغ، ما فيش واحد بينفذ حاجه من ورا التاني، هما الاثنين واخدين قرار اصلاح للطفل في نقطه معينه، ما ينفعش واحد يكون بيعمل حاجه عكسها عشان ينجحوا فيها، ده مهم جدا جدا جدا. هو قبل كده ان هي يكون في ذكاء شويه ان هم يفهموا ان عندهم مشكله اصلا، المشكله الطفل يعني اصلا مش كل مشكله مش واضحه، يعني ابني قماص دي يعني او مثلا او في ناس بتعتبرها دلع بس مش عارفين ان هما بيبنوا ده، ما هو مشكله يعني ان احنا الاطفال بتبقى ساعات مظلومه ان هما طلعوا مع اب وام مش متفاهمين اللي يعني ايه طفل، والطفل ده بيبقى شاب والشاب ده بيبقى راجل ويفتح بيت، فانتوا من الاساس بتربوا ايه؟ لازم اخد بالي جدا، ودي برضو بتواجهني مشكلة ان انا لما اجي اتكلم مع ام واب اقول لهم ابنك عنده مشكلة، عايز اقولك ان هم الاول بينفروا من كلامي وممكن ياخدوا مني رياكشن مش حلو ويبقوا زعلانين جدا، بس بعد كده بيلاقوا ان انا صح بيقولوا لي حضرتك صح، فده مهم جدا. يعني طب الطفل يعني احنا هنتكلم اكتر على الاطفال بقى، لان هو اللي هيطلع لي الست النكديه او الراجل النكدي، لما يكون طفل كده وخلي المدرسه تتعامل معاه، ما هو البيت والمدرسه هما يعني وجهين لعمله واحده زي ما بيقولوا، ازاي اخلي المدرسه تتعامل معاه؟ يعني هو غضب بقى من اصحابه مش لاقي له، وكانت النتيجه مثلا ما تلاقيش لي اصدقاء كتير لان مش حدش هيستحمله قوي وهو في الوقت ده، فازاي انا اخلي المدرسه تتعامل معايا بطريقه معينه على اشهادات معينه بحيث ان انا الولد ده يعدي المرحله دي؟ يعني دايما لما كنا واحنا في حياتنا لما كنا نلاقي مثلا ست نكديه قوي وراجل نكدي يقول لو كانوا اهله علموه من زمان كان الموضوع ما وصلش لكده، فازاي انا اعدي المرحله دي معاه بامان؟ اولا انا لازم اتابع اول باول تصرفات ابني في المدرسه، لازم احاول افهم منه، لو ما اتكلمش افهم من التيتشرز، من لو في حد مثلا نفسي في المدرسه، لو لقيت ان فعلا الاتيتيود بتاعه كده ابتدي انا يعني اروح المدرسه واقول لهم لو سمحتوا انا مثلا في طفل بيغضب من اقل حاجه، لو فعلا ما فيش سبب ان هو يغضب او بيغضب على اي حاجه هبله يعني ملهاش لازمه، في اطفال كتير بتتقمص من كده، انا فاهم مدرسه ان انتوا يعني تحاولوا ان انتوا يعني تخلوا بالكم كانكم مش واخدين بالكم من التصرف ده، ما يبقوش بقى قاعدين مركزين معايا، ساعات كتير جدا التجاهل بيكون حل كبير، او لو كان في سبب طبعا ان هو يبقى يزعل والكلام ده لا طبعا ده موضوع تاني خالص بقى لازم احل. طب احنا اتكلمنا على الست النكديه والطفل النكدي، الراجل النكدي بقى لما بيبقى حاجه نكد فعلا لما يكون راجل نكدي، يعني صحيح بيقلب البيت خالص حقيقي يعني، فازاي يعني ازاي بتعرفي تخرجي تخرجيه من النكد ده مثلا؟ يعني ازاي انا عارفه اتصرف معاه كزوجه واحافظ هو خلاص فيه صفات كتيره كويسه قوي بس هو لما بيقفش بتبقى حاجه نكد جدا، فازاي نقدر ان احنا نعمل التوازن ما بين الصفات الكويسه اللي انا باقيه عليها وانا اخرجه من فقره النكد اللي هو بتجيله على فترات دي؟ بصي الراجل ممكن يكون نكدي ليه؟ اكيد في بعضه سبب، نفترض ان السبب ده حصل، الست بقى بصي يعني انا شايفه ان اي راجل بيميل
ويلين بالحنية والكلام الكويس والدلع والتصرفات الهادية من الستات. الست كأنثى تقدر ان هي تطلع راجل من اي حاجة من اي مود، ده رأيي الشخصي. يعني في ناس كتير هتقول لي يا سلام يعني احنا نبقى متخانقين وعايزاني اعمل كذا وعايزاني ودي ما بتزودش الايجو عنده قوي يعني، وان انا هتدلع وهعمل وهنكد براحتي وكده. لا على فكره، لا اصل هي مش مثلا يبقى هو عمال ما نكدي وما ما يعني احنا دلوقتي مش متخانقين مع بعض، ما مش متخانقين مع بعض. انا بقولش للست تروحي تدلعي اعملي عليه وانتوا متخانقين وفي ريزون كبير، لكن هو دلوقتي راجل انت بتقولي نكدي نكدي يعني هو اوريدي منكد من حاجه ايا كان ايه. لو ما كانتش الحاجه دي في الشغل وكانت موجوده في البيت، يعني دايما مشاكل الراجل اغلبيتها بتبقى من ناحيه الشغل اللي هو خارج اطار البيت بره البيت عكس الست يعني. فلو ما كانتش كده، هل في ربط ما بين النكد بتاع الخاص بالراجل يعني ومثلا التسلط؟ يعني من كتر ما هو متسلط فبيحب ان هو يبقى عايز الحاجه بيرفكت قوي او واصله لحد نقطه معينه صح 100%، ولو ما كانش غير كده انا هنكد على البيت. يعني في ربط ما بين الاثنين؟ لا ما اعتقدش. يعني بصي، موضوع التسلط ده شخصيه، هو انسان متسلط طبعا. لو ما الشخصيه المتسلطه دي لو ما تنفذ لهاش اللي هي عايزاه طبعا بينكد، ده ما فيهاش كلام. لكن الشخص النكدي غير الشخص المتسلط. يعني في شخص طول الوقت برضو يبقى قاعد في البيت نفس الموضوع، ما حطيتيش دي ليه، شلتي دي ليه، الاكل ناقصه كذا، الاكل مش عارفه ايه. فاكره لما انت امبارح الظهر مثلا عملتي الاكل انت برضو نسيتي بالليل، فانت طول ما انت قاعد برضو عمال عيني بيصطاد اخطاء. بالظبط، ده انسان يعني انا شايفه ان ده حد نكدي برضو. لكن الانسان المتسلط ده اللي هو عايز كل حاجه تمشي زي ما هو عايز، ماشيين كلهم على اللاين، سواء الزوجة سواء الأطفال الولاد كله ماشي كده، ويعني الزوجة اللي بتشيل الولاد. يعني مثلا يبقى يعني أنا قصدي النكد عمره ما بي يعني مش هو بيبقى نوع من رد فعله للمتسلط لو ما لقى الحاجة مش على هواه. لا ما هو ده موجود، يعني إنسان متسلط ما تنفذلوش اللي هو عمله فأوريدي هيبقى نكدي. بس الشخصية النكدية دي مختلفة، يعني مش لازم يكون متسلط علشان يعني مش لازم يبقى متسلط عشان نكدي. النكدي مش لازم يكون متسلط. يعني بالظبط، هو المتسلط دوت لو ما نفذتلوش فهو أوريدي حاسس إن هو ما شفاش غروره أو ما عملش اللي هو عايزه، فبالتالي هينكد. ده رد فعل لعدم التلبية رغبته. لكن الانسان النكدي ده ممكن يكون نكدي من غير ما يكون متسلط. طب والشخصيه النكديه دي في اي امل ان انا اصلحها على مدار العمر؟ يعني ممكن ممكن لو اتعاملتي، لو هو الراجل اتعاملتي معاه كأمه، اللي هو الام عايزه ابنها يخرج، عايزه ابنها يتفسح، عايزه ابنها يبقى مبسوط، يعني ده بيبقى لود شويه على الست للاسف. بس لو اتعاملت معاه خدته كده ان هو زي امه، اللي هو اديت له براح واديت له حاجات كتير يعني تبسطه. لو ما نفعش معاه بقى الاسلوب ده نتعامل والعكس طبعا دي. يعني نفس الحكايه، هو يتعامل معاها كانه اب طبعا. انا شايفه ان عامه العلاقات سواء راجل ولا ست، هما الاثنين لو ادوا لبعض شويه مساحه وادوا لبعض شويه تعاملات يعني بهدوء ويعني بلاش نوصل لمرحله ان احنا قفلناها. يعني خلي يا ريت يكون في العلاقات في ليميت للخناق. يعني انا والراجل والست اتخانقوا مع بعض، لا احنا عارفين هنقف لحد الحته دي مش هنكمل، عشان ما يكسروش حاجات كتير. انا كنت سعيده جدا بلقاء حضرتك النهارده الحقيقه دكتوره ساره شاهين، اهلا بيكي معانا دايما في البرنامج وان شاء الله نقررها ان شاء الله باذن الله. ميرسي ليكي كده، على خير. ميرسي، نشوفكم الاسبوع الجاي على خير ان شاء الله.